بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في الحلقة اللي فاتت ازاي مع بعض بنعمل الحصان المتحرك واللي هو باستخدام الكيبورد بحيث ان هو يقدر يجري ويمشي في اي اتجاه. في حلقة النهاردة عايزين نشوف ازاي نحرك الحصان باستخدام الجويستيك. الجويستيك الحقيقة برمجتها في الجافا عبارة عن لايبرري جاهزة احنا بنجيبها من على النت، واللايبرري ديت احنا بنستخدمها. هنروح ل الجويستيك جار، الجويستيك دوت جار هو ده ملف احنا عايزينه، هننسخه هنعمله كوبي ونفتح ويندو فايلز. في فايلز هنلاقي انيميتد هورس 3، هنقوم عاملين بيست للجار فايل، ونفس الكلام وين 64 عشان خاطر الويندوز اللي عندي هنا 64 بت، فهنحط ملف الدي ال ال ده تمام، وده في الفايلز خلاص. يبقى تتأكد ان ملف الجار محطوط وملف الدي ال ال دول اللي انت بس ايه هتحتاجهم. تقفل بقى الانيميتد هورس 3 وتقفل الفايلز وتروح ل الانيميتد هورس. هتيجي هتلاقي فيه لايبرريز هنا، هتعمل رايت كليك وتقول له اد جار فايل. في الجار فايل هتروح ل انيميتد هورس 3 لملف الجار اللي انت ايه حاطه، وقالك انت عايزه ريلاتيف باس ولا عايزه ابسوليوت. لا هتقول له ريلاتيف، ريلاتيف يعني بعلاقه من البروجكت تمام. بعد ما اخترت الجار فايل خلاص، انا اخترت الجار، نيجي بقى نبرمج. بقى البرمجه بتاعته سهله قوي، مش فيها اي حاجه خالص. هنقول له جوي، جويستيك هي ظهرت، جوي بتساوي جويستيك دوت كرييت انستنس. يبقى انت بتقول له كرييت انستنس وهيقول لك حطها في تراي وكاتش. قول له ايه حطها في تراي وكاتش، لا بلاش هنا ثروز عشان ممكن تعمل مشكله، حطها في تراي وكاتش، واطبع اي اكسبشن دوت برنت ستاك تريس عشان لو في ايرور تشوف. طيب وبعد كده تقول له جوي دوت اد جويستيك ليسنر بيساوي نيو جويستيك ليسنر، اوتوماتيك هيحط لك دالتين هنا، داله اسمها تشينج اكسس وداله اسمها تشينج باتون. ايه الفرق بين الاكسس والباتون؟ الحقيقه في الجويستيك بيبقى فيه زراير اكسس وباتون تمام. الحقيقه انا معايا هنا الصوره للجويستيك، الزرار اللي هي الصفراء والحمراء والزرقاء والخضراء دول عباره عن الباتونز، وفي باتون برضو هنا وباتون مجموعه باتون. اما الناحيه الثانيه هنلاقي فيه الاكسس، الاكسس بتاعتنا احنا بقى لما نيجي نبرمج هنبرمج الباتونز مش هنبرمج الاكسس. الباتونز ديت في برمجتها في عندك باتون 1 و2 و4 و8 لهم ترقيم معين تمام، هو اللايبر دي بتتعامل معاهم بالطريقه ديت. هكتب لكم الطريقه اهو. انت مثلا عندك ايه 0 0 0 0 تمام. لو انا الصفر الاولاني ده بواحد، خلينا نكومنت هنا، معناها ان البطن رقم 1 1 اكتف وهاي. طيب لو ده البت التانية هي خلينا برضو ايه نرقمهم كده، معناها لو ده هاي يبقى الزرار رقم 1 هو اللي ايه اللي اكتف، اما لو ده هاي معناها الزرار رقم 2 هو اللي اكتف، لو ده هاي معناها زرار رقم 3 هو اللي اكتف، لو ده هاي معناها زرار رقم 4 هو اللي اكتف. وعد بقى لو عايز 1 و2 اكتف يبقى 1 1 هاي تمام. علشان كده انا هسويتش الجويستيك دوت جيت باتونز. والحقيقه كيس ان هو كان بواحد، لو كان القيمه بواحد معناها الكي اب، كي اب بتساوي ترو، ولازم تتاكد ان الكي داون بفولس وان الكي ليفت بفولس وان الكي رايت بفولس ماشي وبريك. طبعا واول ما يدوس يستارت الايه يستارت التايمر، يقول له تي دوت ستارت تمام. ده لو الكيس واحد. نفس الكلام هنا لو كيس اتنين، لو كيس اتنين
ما انت شوف بقى حسب رقم البت. ماشي، انا ممكن اعمل لك كومنت هنا عشان الناس تفهم اللي هو ايه 0001. تمام، كيس 2، 2 دي اللي هي ايه 0010، ده 2. في الحالة ديت البوتون الرايت، هو اللي ايه بوتون رايت هو اللي هيبقى بترو. تمام، ونشوف بقى الكيس انه كان 0011، يعني كيس انه 3. لو 3 يبقى ايه، يبقى الواحد والاتنين، يبقى الاب، بترو والرايت بترو، اب ورايت بترو، الاتنين بترو. طيب نيجي بقى للاربعه، ناخد دي كوبي كده. أربعة معناها 100، معناها إن إيه الداون هو اللي بترو. تمام، وهنا كيس 4. طيب لو بخمسة، معناها الباينري 5 دوت، طبعا ده باينري ايه 5، معناها ايه؟ معناها ان الواحد والتلاتة، واحد وتلاتة يعني الاب والداون. طبعا انا مش هبرمج الخمسة لان عندي ملهاش لازمة. طب لو 6، 6 معناها بالمنظر ده معناها ان الايه الاتنين والتلاتة، معناها داون، والايه والرايت، معناها طبعا هرست كله بفولس والرايت والداون هو اللي هحطه بترو، ودي في حالة الستة. طيب نشوف دي فولس. في حالة الخمسة بقى، في حالة السبعة، معناها ان تلات وحيد طبعا مش مسموح للسبعة انها تشتغل. طب في حالة التمانية، معناها 1000، يبقى في الحالة ديت الاخير هنا اللي هو زر رقم 4 اللي هو الليفت، يبقى نرست كله فولس والداون بفولس، وكل وهنا ايه بترو وهنا فولس. تمام، طيب في حالة 9، 9 معناها الرقم دوت معناها الاربعة والواحد معناها ايه اب وليفت، يبقى 9 معناها الاب بترو والليفت بترو والرايت بفولس. تمام، طيب لو هي 10، عايز اشوف انا غطيت كل الاحتمالات ولا لا، المفروض اغطي 8 احتمالات اصلا. يعني هنا ادي 1 2 3 4 5 6 7، ونشوف لو انا معايا 10، 10 معناها الرقم دوت معناها الزرار 2 و4، 2 و4 ما ينفعش. طب 11، 3 ما ينفعش. طب 12، 12 معناها ان معناها ان الزرار رقم 3 و4، 3 و4 يعني داون وليفت، داون يبقى ده فولس، والداون بترو والليفت بترو والرايت بفولس. كده يبقى احنا غطينا الثمان احتمالات بالكامل. تمام، وقلنا اول ما يحصل اي حاجه منهم التي دوت ستارت على طول. طيب تعالوا كده نرن الكود بتاعنا ونشوف الدنيا هتمشي شكلها ايه، ونشوف يا ترى هنبرمج بالجويستيك ازاي. ده هنا اداني اكسبشن الاول، قال لي ايه في الاكسبشن دوت، نوت فاليد 32 ابلكيشن، ده مش فاليد 32 ابلكيشن، يبقى انا جبت واحده مش مظبوطه، اروح اجيب ال 64 على طول. بعد ما جبت ال 64 هروح لفايلز وامسح الدي ال ال القديمه واحط الدي ال ال الجديده، وبعد كده اجي ارن تاني. اهم حاجه ما يطلعش فيه اكسبشن. هنا لا، طلع اكسبشن تاني برضو، قالك جويستيك نوت فاوند، لازم تتأكد انك
مركب الجويستيك عندك في الجهاز بتاعك عشان يقدر ان هو يلاقيه. اهو هنا ما ادانيش اي ايرور، ابدا اتحرك بالجويستيك. انا بتحرك ماسك الجويستيك وعمال اتحرك بالحصان، والحركة طبيعية هي عادي جدا. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. شكرا وإلى اللقاء.